يعطيكم العافية مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بقناة كوكينج لبنانيز فود. نحن اليوم زقلرات بدنا نعمل سلطة الرقة والرمان، سلطة كتير طيبة منعشة مفيدة كتير كتير، لأنه الرقة من أهم فوائد الرقة أنها بتساهم بعملية تنظيم ضغط الدم، كمان بتساهم بتنظيم مستوى السكر والكوليسترول بالدم. يعني فوائد الرقة ما بتنعد ولا بتحصى. لسلطتنا اليوم عندي 3 بقعة من الرقة نقعتهم، بدي اغسلهم كتير منيح من التراب. كمان عندي حبة رمان كبيرة لسلطتنا، يعني 3 بقعة رقة بدهم حبة رمان واحدة بس تكون حجم كبير. بعد ما غسلت الرقة وحطيتهم بالمصفية عندي مثل ما شفتوا، بدي افرم السلطة وسط. هاي الرقة عندي فرمتها وسط، لا ناعم ولا خشني، في كمان ورقه للي بيحب. بالنسبه للرمان حعلمكم طريقه كتير سهله لنقيهم، ما بدي انا اتعذب فيها، لا بقسمها بالنص مثل ما هلا شايفين، بقسمها بالسكينه عندي بالنص، وبرجع شو بعمل، بدق لعندي للرماني فوق الرقه، بتهر هرهره فوق الرقه باسهل طريقه ممكنه. مثل ما شايفين الرمان عم بيهر عندي بطريقة كتير سهلة، ما ضروري أنا أقعد نقيهم وتعذب. ليكو ما شاء الله فرطت الرمانة كلها وصار عنا جاهز لنعملها التتبيلة وبنخلطها. لتتبيلة السلطة عندي أنا عصرت حمضتين، بدي أحط العصير بقلب الجاط وبرجع بزيد عليهم ربع كوب من زيت الزيتون وأخفقهم سوا كتير منيح. تتبيلة سلطة الرقة والرمان كتير سهلة، مكوناتها بسيطة، عصير حامض مع زيت الزيتون والعسل، ضروري ضروري العسل بسلطتنا، هيدا سر نجاح سلطة الرقة والرمان هو بالعسل. تقريبا حطيت أكتر من نص الفنجان من العسل، وبرجع كمان زيد شوية دبس الرمان تقريبا معلقتين ورشة ملح، وبخفقهم كلهم سوا كتير كتير منيح، وتكون تتبيلة السلطة عندي جهزت. بدي اخفقهم كتير منيح مثل ما شايفين، بخفقهم لينتزج كل المكونات سوا، العسل والزيت والحامض ودبس الرمان كمان. بزيد الخضرة عندي فوق التتبيلة واخلطهم كلهم سوا، بتكون سلطتي جاهزة. أعزائي من قناة كوكينج لبنانيز فود، سلطة الرقة والرمان جهزت عنا سكبناها، وبتمنى أنه تكون عجبتكم سلطتنا، كتير طيبة ومفيدة. بنصحكم دايما اعملوها، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، وألف صحة وهنا من قناة كوكينج لبنانيز فود.